أمر الإمام موسى بن جعفر، ترى لو صادفتكم المشاكل لتعوفوا. هارون قال له عجيب موسى بن جعفر، أيضا هذا موجود بالاحتجاج للطبرسي قدس الله نفسه وسكنه. الاحتجاج كلش حلو، اقرأوا شباب، تشوف مناظرات آل البيت مع أعدائهم، شلون أفهموهم، شلون عصرهم عصر وأثبتوا الحق لله. قال موسى بن جعفر دوختوني، يعني جوزت للعامة وللخاصة أن ينادوكم أولاد رسول الله. من وين لوين أنت ابن رسول الله؟ أنت ابن علي، هذا رسول الله أبو أمك، أبو أمك، شلون يصير أبوك؟ الولد ينسب لأبيه مو لجده أبو أمه. لازم تقول إحنا أبناء علي، أي واحد يشوفك يقول لك يا ابن رسول الله، هذا يا ابن رسول الله، يا ابن أنت شلون ابن رسول الله؟ موسى بن جعفر يتبسم كالعادة، أروح في دول بسمة موسى بن جعفر، قال له أتكلم؟ هو جنى على نفسه، قال إيه تكلم. قال إذا نشر رسول الله، إذا النبي هسه رجع للدنيا، هذا مركز ويا هارون السفيه. قال ها، قال وجاء وطلب يد كريمتك، يعني بنتك للزواج، تعطي النبي؟ قال هذا شرف الدنيا والآخرة، هذا فخر، أفتخر على القبائل والعشائر كلها، طبعا أمضي بنتي. قال ولكن أنا لا أستطيع أن أعطيه ابنتي. قال شلون؟ قال لأنه ولدني، فأكون ابنه لو مو ابنه؟ قال لا والله تكون ابنه. خوش، ليش يقولوا لكم الذرية؟ تدرون دائما الجاهل من تحصره بمكان وين يروح؟ الموضوع ثاني، ما يبقى بنفس الموضوع لأن انهزم. قال ليش يقولوا لكم ذرية النبي؟ أنتوا مو ذرية النبي، أنتوا ذرية علي. طبعا تذكروا دائما إخوتي رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلبي علي أمير المؤمنين، روحي فدى علي، أروح فدوى النعل علي، لا مو النعل علي، أنا منو حتى أوصل النعل علي، أروح فدوى النعل قنبر عبد علي، علي أروح فدوى النعل قنبر عبد علي، علي يا علي، اسم أمير المؤمنين شفاء من كل داء. من تشعرون بالضيق هيك وخايفين من كورونا وغيرها ويجي، غمض عيونك وقول علي 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 علي. قال أنتوا أولاد علي، شلون؟ من ذرية النبي. قال له أقدر أتكلم؟ قال له يتكلم طبعا. قال له الله بالقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا ويحيى وعيسى، ألحق عيسى بذرار الأنبياء. مع العلم عيسى عنده أب؟ قال لا. قال من أمه ألحقه بذرية الأنبياء، ونحن ألحقنا من أمنا فاطمة. فبهت الذي كفر، فبهت الذي صادفتكم المشاكل لتعوفوا.